محمد ابو جبل من اللعيبه اللي انضمت لنادي البنك الاهلي، من الاسماء الكبيره مع منتخب مصر وسابقا مع نادي الزمالك، ومع كلام كتير اتقال في المفاوضات مع البنك الاهلي، ولكن هو حارس جاء لنادي البنك الاهلي بظروف صعبه كثيره جدا. هل تخطى محمد ابو جبل هذه الظروف؟ هل بتساعدوه في تخطي هذه الظروف؟ طبعا انا يعني يمكن انا من الصفقات اللي انا اللي قعدت معاها هو الكابتن ابو جبل، لان طبعا هو حارس كبير وحارس دولي، وكنت عايز ان هو يعني يرجع بسرعه من خلالنا. في الحقيقه انا لمست نقطتين مهمين جدا ساعدونا في ان هو اتمام الصفقه معانا. لمست ان هو يعني تمسك بالانضمام لنادي البنك الاهلي، كان عنده رغبه شديده ان احنا هو يبقى في نادي البنك الاهلي. بعد كده لما انضم وخلصنا وفي التدريبات ومتابعته، لان ان هو عنده تحدي كبير جدا بينه وبين نفسه ان هو يكون رجوعه ان شاء الله للمنتخب ورجوع اسمه على الساحه من خلال فريقنا ومن خلال نادينا إن شاء الله.